وإلى الجنان بسلم تدعون يا أهل الكتاب، تقدموا لجناني فلتقرؤوا وترتلوا ولترتقوا ولتنعموا في جنة الرحمن، فلتقرؤوا وترتلوا ولترتقوا ولتنعموا في جنة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء المبارك من هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما يقدم في هذه الحلقة نافعا ومفيدا علينا وعليكم. نستضيف في هذه الحلقة فضيلة الشيخ شجاع بن ذعار الشريف، عضو الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الخرمة، عضو اللجنة العلمية للتوعية الإسلامية في الحج. باسمكم أيها الأحبة أرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نستقبل في هذه الحلقة جزء من أجزاء هذا القرآن، وهو الجزء التاسع. وفي بداية هذا الجزء ذكر الله عز وجل شأنا من شأن أعداء الرسل وأعداء الأنبياء مع أنبيائهم وأعداء الدعوة عموما مع الدعاء، أنهم لا بد أن يتعرضوا لشيء من الفتن وشيء من البلاء، ولا تطيب نفوس المدعوين إلا بشيء من الأذى يوقع على هؤلاء الدعاء إلا من رحم الله عز وجل. قد ذكر الله عز وجل شأنا من شأن هؤلاء الملأ الذين استكبروا من قوم شعيب، فقال الله عز وجل: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. شيخنا، لعلنا نتكلم عن نوع من أنواع الابتلاءات، وهو الحرمان من الأوطان لدعاة الرحمن. هذه سنة الله في خلقه، حيث أن الابتلاء لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس ابتلاء، قال عليه الصلاة والأنبياء الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء ثم الذين يلونهم، أو ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلى الإنسان على قدر إيمانه، وأقوى إيمان هو إيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلوط عليه السلام طرد وهدد بأن يطرد من قريته: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وكذلك شعيب الذي معنا في هذه الآية، شعيب عليه السلام قال: الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يعني هم يعطونهم خيارين: إما أن يعودوا إلى ملة الكفر، وهذا ليس بلائق بشعيب عليه السلام والمؤمنين معه، وإما أن يخرجوا من قريتهم. فالدعاة دائما، والأنبياء والرسل دائما يطردون ويخرجون ويؤذون، لكنهم يصبرون ويجاهدون في نشر التوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. وسيد الأنبياء والمرسلين وأفضل الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام قوبل أيضا بأنواع من الأذى مثل هذا. فهو يعني أخرج من مكة وهي أحب بقاع الله إليه، كما الله قال عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة، قال التفت إلى مكة قال: والذي نفسي بيده إنك لحب بقاع الله إلي، ولولا أن قومك لم يخرجوني لما خرجت منك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيعني حب الوطن دائما سبحان الله يعني يترعرع مع الإنسان ويكون حب الوطن. أنت تلاحظ يعني بعض القرى وبعض المناطق لو تأتيها أنت تقول: والله ما أستطيع أن أعيش فيها، وتجد أهلها متمسكين بها، لأنه يعني حب الوطن من الفطرة وشيء يجبل عليه الإنسان. فالدعاة دائما يقابلون بنوع من هذا الحرمان ومن هذا الإيذاء.
الله أكبر. ومن هذا الإيلام، لأن البعد عن الوطن ألم على النفس يقع. الله أكبر. لكن سنة الله سبحانه وتعالى وفي الأنبياء والمرسلين والذين يتبعون نهج الأنبياء والمرسلين من الدعاة والمصلحين أنهم يؤذون ويصبرون على الأذى، ثم إن الله يعوضهم سبحانه وتعالى بالنصر والتمكين، لأن الله قال وجعلنا منهم أئمة يهدون لأمرنا لما صبروا. نعم، وفي آخر الآيات ثم وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، يعني ينبغي أن تكون تتحلى بالصبر كما صبر الأنبياء من قبلك والمرسلين، لأنك على نهجهم. فالأنبياء منذ نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهم يقابلون، يعني نوح سخروا منه واستهزأوا به، وإبراهيم عليه السلام رموه في النار، ويعني كثير من الأنبياء، موسى عليه السلام ماذا قال يعني لاقى، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام لاقى من أنواع الأذى كما لا يخفى في السيرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخرج من مكة وأوذي وجرح وجهه في أحد عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته وغاصت حلقتي المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، ويعني انتزعها منه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، وسال الدم من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك لما انتهت المعركة يقول للصحابة صفوا ورائي لأثني على ربي، يعني شوف سبحان الله، يسيل الدم من وجهه وتكسر رباعيته ويجرح وجهه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول صفوا ورائي لأثني على ربي. الله، يعني رغم ما يلقى من المتاعب ومن المصاعب في الدعوة إلا أنه لا يفتر عن تنزيه الله وعن الثناء على الله سبحانه وتعالى. وهذه سنة الله في الدعاء، ينبغي أن يتحلى الداعية بالصبر والتحمل. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني الصبر على الدعوة وعلى المجاهدة. هو كما ذكرت فضيلة الشيخ بأن إخراج الناس من بلده والإنسان من وطنه وبلده شيء مؤلم، ولذلك أدرك هؤلاء القوم إيلامه، وأنه سبب ربما يكون في صد. نعم، وهددوا به شعيب. وهددوا به، نعم، هددوا به، وما علموا أن هذا الداعية نبي الله وأنبياءه ورسله والدعاه الذين وقرت في قلوبهم حق ما يدعون إليه، أنهم لا يضرهم إن أخرجوا وإن ارتحلوا من ديارهم. ولذلك شيخ الإسلام كما نقل عنه وأثر عنه في مقولته ما يفعلوا بأعدائي سجنوني في سجن خلوة وإخراجي من بلدي سياحة وإن قتلوني قتلي شهادة، فهو لا يتزعزع مع هذه الحيلة التي يحاول أعداء الدعوة أن يثنونه ويردونه عنها، بل ربما إذا نقل إلى بلد بدأ بدعوة أخرى. وموسى يوسف عندما سجن، وهذا نوع من من الإخراج أو تغيير المكان، أصبح يدعو إلى الله عز وجل في سجنه. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ الله أكبر. يدعوهم للعقيدة. وعلى الإنسان شيخنا أن يستمر في دعوته، وإن خذل من خذل وثبت من ثبت. ونحن نتكلم شيخ عن الدعوة والبيان وتعليم الناس والإنكار عليهم، تأتينا آية في ثنايا آيات هذا الجزء من هذه السورة الكريمة من سورة الأعراف، وهي في قصة تلك القرية التي كانت حاضرة البحر، والتي نهوا عن الصيد في يوم السبت، وكيف أن الأمة التي منهم يعني استنكروا على المنكرين عليهم، كيف أنكم تعظون هؤلاء القوم الذين يتحايلون؟ نعم، فيقول الله عز وجل وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا
يفسقون، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لعلنا شيخ نعرج على الإنكار. نعم، هؤلاء بني إسرائيل يعني مشهورين بالتحايل. نعم، الحيل اليهود بالتحايل على 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 شرع الله عز وجل. سبحان الله، سبحان الله. وبالمراوغة، سبحان وبالتدليس، لا إله وبالكذب. هذا طبع اليهود، لا يفترون في يعني ما حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما حرم شحوم الميتة قالوا يا رسول الله يعني إذن لنا في شحومها ندهن بها السفن وكذا، قال لا تكونوا كما اليهود يعني لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها وباعوا ثمنها. باعوها وأكلوا ثمنها. فينبغي أن نعرف من طبيعة اليهود الحيل والتحايل على شرع الله عز وجل، وأن نحذر. هذا من مكر اليهود. سبحان الله. سبحانه وتعالى ابتلاهم أن حرم عليهم صيد الحوت السمك يوم السبت، فقاموا يحفرون حفر ولكي يعني يأتي فيها الماء، ماء البحر، فتأتي الحيتان في هذه الحفر، ثم إذا جاء في غير يوم السبت يعني وأتت الحيتان نشبت في هذه الحفر فصادوها، قالوا إن ما صدناها يوم السبت لكن صدناها يعني في يوم آخر، وهم الذين حفروا لها جاء يعني حيل ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. فقامت طائفة منهم تنصحهم وتعظهم، وهذا دليل على أهمية النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عده العلماء الركن السادس من أركان الإسلام، يعني بعض العلماء، لأن الإسلام لا يقوم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك لعن الله بني إسرائيل لأنهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن المنكر. قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. عن منكر فعلوه، يعني ما يتناهون، ما ينهى بعضهم عن بعض ولا ينصح بعضهم بعضا. فجاءت طائفة يلومون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال الذين يأمرون بالمعروف معذرة إلى ربكم، يعني نخرج من الله بعذر ونقيم الحجة عليهم ولعلهم يتقون، يعني لعلهم لعل الله يهديهم. فما هي النتيجة؟ فما هي النتيجة؟ لما جاء أمر الله سبحانه وتعالى بإهلاك هؤلاء المجرمين والفسقة والمتحايلين على شرع الله، أهلك الله هؤلاء وأنجى الذين ينهون عن السوء. الله، يعني أنجى الله سبحانه وتعالى الذين ينهون عن السوء. ففائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه ينجي صاحبه من السوء الذي يفعله أهل السوء إذا أمر بمعروف ونهى عن منكر. والله سبحانه وتعالى أكد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا أردنا أن نكون خير أمة فليشد بعضنا على أيدي بعض ولنأمر بالمعروف ولننهى عن المنكر، ولا نكون خير أمة إلا إذا أمرنا بمعروف ونهينا عن منكر. لابد أن نأمر بمعروف وننهى عن منكر لكي نكون خير أمة كما قال الله تعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعيد شديد في حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم يدعو خياركم ولا يستجاب لهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تهدد ووعد وتوعد وعيد شديد في حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يضرب
قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم ولا يستجاب لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني من أعظم ما يقيم به الإنسان الإسلام، ولذلك دولتنا وحكومتنا الرشيدة حفظها الله تعالى أنشأت جهازا كاملا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لا يوجد في أي دولة. الله يعني جهاز كامل، الله من يوم يعني منذ القدم، منذ تأسيس المملكة تقريبا سنوات قديمة، منذ ونحن صغار نعرف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا شيء طيب. الله، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس محصورا في هذا الجهاز. هذا الجهاز يقوم بالواجب الملقى عليه وعلى كل مسلم أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب استطاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا كنت تستطيع أن تغير باليد كالأب في بيته وكالسلطان في سلطانه وكمن أعطي صلاحية للتغيير باليد فليغير باليد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، يعني بالنصيحة، بالموعظة الطيبة، بالحكمة، بالجدال بالتي هي أحسن، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حتى تنكر بقلبك، كيف الإنكار بالقلب تفارق مكان المنكر الذي يعمل فيه؟ لأن بعض الناس قد يجلس في مجلس فيه منكر ويقول: والله أنا أنكر إيش؟ أنكر بقلبي. لا، الإنكار بقلبك أن تخرج من المكان الذي ترى فيه المنكر أو تسمع فيه المنكر، فهذا إنكار بالقلب وهذا أضعف شيء. فدرجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني حتى أئمة المسلمين من الولاة ومن الأمراء ومن العلماء ينصحون بالأسلوب المناسب لكل مقام مقال، ينصحون بالأسلوب المناسب، وعامة المسلمين أيضا ينصحون. فشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي صمام الأمان، هي صمام الأمان الذي يدفع عنا العذاب، لأن أهل القرية من بني إسرائيل عذبوا لما عصوا الله عز وجل، والذين نجوا منهم هم الذين إيش؟ هم الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله أكبر. الله أكبر. أنجاهم الله عز وجل. الله أكبر. فلما جاء أمرنا نجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الله أكبر. فإذن النجاة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وسبحان الله شيخ، هذه المقولة التي أطلقها هؤلاء على إخوانهم ممن أنكروا، للأسف الشيخ أننا نسمع هذه في هذه الأيام شيئا مشابها لها. يعني عندما يأتي شخص إلى أحد الذين ابتلوا مثلا بالتدخين واستمروا على ذلك، أو إنسان قد ظل الظلاء يعني في ظاهره وابتعد عن كثير من الطاعات وترك شيء من ترك الصلوات وغيرها، فيأتيه شخص فينبهه اليوم وينبهه غدا، ويأتي شخص آخر وينكر عليه، فتسمع أحيانا من يقول: هذا إنسان يعني لا يستفيد من دعوتكم ولا يستفيد من إنكاركم، ولماذا تنكرون عليه وتكثرون عليه؟ أو أنت عليك النصيحة. نعم. وكالفلاح الذي يزرع البذرة في الأرض. نعم. وينتظر النتيجة. نعم. يعني أنت عليك أن تبذل السبب. النتائج موكولة إلى الله عز وجل. أنت عليك. نعم. الله يقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. فعليك أن تنصح وتخرج من الله بعذر بالنصيحة، والهداية بيد الله عز وجل. صلى الله عليكم. نعم. شيخنا الفاضل، في سورة الأعراف وفي هذا الجزء آية عظيمة، ويقول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان
لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه الآية يبين الله عز وجل فيها شأن قلوب هؤلاء الخليقة والفئة من هؤلاء من هذا الخلق، أنهم يحملون قلوبا لكنها لا فائدة فيها، وأعين لكنها لا تهديهم ولا يبصرون بها الحقيقة، وأسماع لكنها قد غطيت. وأذكر شيخنا، وهذا من باب يعني الملح التي تذكر، أن أحد الدعاء عندما تكلم عن هذه الآية يقول أن كثير من الناس لا يستفيدون من حياتهم، وتمر عليهم المواعظ والزواجر ولا يتغير فيه شيء، وحتى الجمادات تتغير إلا هو لا يتغير، فالحديد يقول أن الحديد يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، والخشب يتمدد بالبرودة وينكمش بالحرارة، وهو هو لا يتمدد ولا يتقلص. هو المشكلة يا أخي إن الإنسان إذا كان في غفلة، الغفلة هي المشكلة، يعني تجد عنده عقل ويفكر ويخترع، وتجده يعني بروفيسور في نوع من العلم من علم الدنيا، بروفيسور في الذرة، بروفيسور في الكيمياء، بروفيسور في الفيزياء، لكن تجده يعبد بقرة، أو تجده ملحد لا يعترف بالله عز وجل. فسبحان الله عقله يعني أعماه الله، أعمى قلبه وأعمى بصره وأصم سمعه أن يعرف الحقيقة، حقيقة التوحيد، والذي من أجله بعثت الرسل، ومن أجل التوحيد أنزل الله الكتب، ومن أجل التوحيد خلق الله الجنة والنار، ومن أجل التوحيد نصبت القبلة وشرعت الملة. فيعني أنت ترى حتى في الغرب الآن يعني تجد أناس يخترعون اختراعات تنبهر منها، لكن تجده لا هدف له، كالبهيمة يعني يصبح ويمسي وينام ويستيقظ ويأكل ويشرب، لكن ما له هدف في الحياة. لذلك تجد بعضهم ينتحر لأنه ما له هدف، يعني يحسب أن الدنيا أكل وشرب ونوم واستيقاظ وليل ونهار وخلاص. لا، المسلم يعني سبحان الله الذي يفتح الله على قلبه، وهذا فتح من الله، ويهدي الله قلبه للإيمان، لأن الله قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني الذي يوفقه الله للإيمان يهدي قلبه لأن يعرف حقيقة ما خلق له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعرف حقيقة أنه سيبعث وأنه يسأل عن كل شيء، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، يعني كل واحد يتمنى الموت لو أن إذا متنا تركنا، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء، نسأل عن كل شيء. فالله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء يعني حطب جهنم، الذين لا يستخدمون قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، بل إن الله شبههم كالأنعام، بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني الله. الأنعام تكون أفضل منهم، صحيح، يعني الأنعام تكون أفضل منهم، لأن الأنعام تسبح الله عز وجل، والأنعام قد يعني تذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني الحجر هو الحجر سمع تسبيحه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، اللهم صل وسلم. بل في صحيح البخاري جذع نخلة ميتة، وأخذ هذا الجذع ووضع عمود من أعمدة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تخيل جذع ميت، لا إله ما في حياة، وضع عمود لسقف المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء يخطب الجمعة يقف بجانب الجذع ويتكئ عليه، وهو واقف. فلما كثر الناس وامتلأ المسجد استأذنته امرأة من أهل المدينة، كان لها غلام نجارا، استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصنع الغلام له منبر من خشب، فأذن له فصنع له منبر من خشب عليه الصلاة والسلام، له ثلاث درجات. الله أكبر. فوضع المنبر وجاءت الجمعة وصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وأذن بلال
وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على إيش؟ المنبر الجديد مصنوع من خشب، وترك الجذع الذي كان يقف بجانبه ويتكي وإيش عليه. فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته حدث شيئا غريب في المسجد وأمرا عجيب أذهل الصحابة رضي الله عنه. اللهم سمع للجذع حنين كحنين الناقة التي فقدت ولدها، وصراخ كصراخ الطفل الذي فقد أمه. سمعه جميع من في المسجد. الله أكبر. ولم يهدأ الجذع عن الحنين والصراخ حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر. اللهم صل ومشى وسلم. ثم احتضن الجذع وضمه إلى صدره وأخذ يدهده عليه ويربت عليه بيده الشريفة، فأخذ الجذع يسكت شيئا فشيئا كالطفل الذي تسكته، يسكت شيئا فشيئا حتى هدأ عن الصراخ والحنين. فلما هدأ وسكت تماما التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال: لو لم أسكته لحن إلى يوم القيامة. هذا جذع، جذع ميت، فكيف قلوبنا هذه لا تحن إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح كان راعي يرعى الغنم، فجاء ذيب وأخذ شاة من الراعي هذا، من غنم الراعي، فأراد الراعي أن يأخذ الشاة من الذيب يستنقذها، فلما استنقذها منه ابتعد الذيب قليلا وقال: عجبا، أتأخذ رزقا قسمه الله لي؟ الله. فقال الراعي: ذئب يتكلم؟ الله عجيب. قال الذئب: الأعجب من ذلك الرجل أو الرسول الذي يحدث الناس بين حرتين في المدينة. فلما جاء الراعي ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث الناس وأخبره، قال: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فإذا كان الذئب يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدري أنه نبي، وكثير من الناس تجده، نسأل الله العافية، ملحدين ولا يعرفون الله عز وجل طرفة عين. لا إله. منهم من يسجد لصنم، منهم من يستغيث بولي من الأولياء أو صالحا من الصالحين. فلماذا هذه الغفلة؟ يعني أولئك كالأنعام بل هم أضل. ثم قال: أولئك هم الغافلون، يعني غافلون عن آيات الله في الكون، غافلون عن الاستدلال على الله عز وجل بمخلوقاته وأنه هو الخالق الرازق، غافلون عن عبادة الله وأنه هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. لأن توحيد الربوبية يقود إلى توحيد الألوهية، يعني الله تعترف أنه هو الخالق والرازق، فإذا لماذا تعبد غيره؟ لماذا تسجد لغيره؟ لماذا تذبح لغيره؟ لماذا تنذر؟ هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فهذه الآية تتحدث عن الغفلة والقلوب لا يستفيدون من قلوبهم ولا من أسماعهم ولا من أبصارهم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وجزاكم عنا وعن الإسلام خيرا، ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. أشكر لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم، وأشكركم أنتم أيها الإخوة على طيب متابعتكم وحسن مشاهدتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدم في ميزان حسنات الجميع، وأن يرزقنا وإياكم نية صالحة وعملا خالصا، إنه جواد كريم. أترككم أيها الأحبة في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في لقاء قادم من هذا البرنامج المبارك. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الجنان بسلم تدعون يا أهل الكتاب، تقدموا لجناني فلتقرؤوا وترتلوا ولترتقوا ولتنعموا في جنة الرحمن، فلتقرؤوا وترتلوا ولترتقوا ولتنعموا في جنة الرحمن.